بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول الله عز وجل: إننا لم نرسل الآيات على قريش أو إلى قريش إلا أنهم لو كذبوا بها كما كذب الأولون لأهلكناهم، كما أرسلنا الناقة فتنة لقوم صالح فظلموا بها وكذبوها فأهلكهم الله عز وجل. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي سنن النسائي الكبرى ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا، فقال الله عز وجل له: إن شئت أن نستأني بهم فعلنا. نستأني بهم يعني نستعمل الأناة في حقهم ولا نجيبهم بمجرد أن يطلبوا. وطلبت قريش شيئا آخر، أن ينحي الجبال عن مكة فتصير الأرض سهلة فيزرع. فقال الله عز وجل: إن شئت أن نفعل فعلنا، غير أنهم إن كذبوا أهلكتهم كما أهلكت من سبقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل استأن بهم. وفي لفظ في الرواية الأخرى قال: إن شئت أعطيتهم ما يريدون، فمن كفر لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: يا رب بل باب التوبة والرحمة.